يتقدم للكرة ويحاول هدف سادس إماراتي. مبالغة لكن الكرة في الشباك استقرت لبنانية طريقة عجيبة. شوف 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 الثياب وضح، حتى حارس المرمى كان مستغرب. في 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 لبنان المغنية الشهيرة صباح تغني يا دلع يا دلع الدلع على ثياب عوانة، طلع الآن وعلى الإمارات تطلع بهذا الهدف الملعوب، بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف اللي بالفعل كان غريب جدا.